إنسان متسامح دائما عنده وفرة في الأفكار التي تقوده للرزق. أنا عندي قناعة للآية الكريمة: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. فمن كتر التسامح اللي موجود في الإمارات في أفكار بتطلع أنا مستغرب جات الفكرة إزاي في ذهن اللي عملها، معناه أنه فعلا يعيش في حالة من التسامح الراقي إلى أن تصل الفكرة دي. فأنا هستقبلكم أكون في المنتصف عشان أخذ حريتي في الكلام. بسم الله. المحاضرة النهاردة يمكن أنا أعتبر نفسي من الناس المحظوظين اللي يتكلموا في التسامح في دولة أنا بعتبرها نموذج رائع من نماذج التسامح في العالم. ومفهوم التسامح في البداية خلينا أعرفه كده، لأن بعض الناس أو بينظروا إلى مفهوم التسامح بمنظور يمكن أقل من المنظور الأشمل معنى الكلمة. وحتى هذه اللحظة معظم الناس لازالوا لم يعرفوا كلمة التسامح بالمعنى الحقيقي اللي ممكن يكون بيعبر عن جوهر أو فوائد هذه الكلمة. فأنا من وجهة نظري أعتبر التسامح كلمة تشمل 5 مصطلحات. وقبل ما اشرح 5 مصطلحات اللي تعبر عن الكلمة، عاوز اسأل سؤال يعني المفروض يكون بديهي لما اتكلم عن التسامح: هو عكس التسامح ايه؟ لو انا فكرت، هل عكس التسامح هو الكره؟ ولا عكس التسامح كلمة تانية؟ ها؟ العنصرية، الغضب، الخصام، التعصب. هو يمكن أقرب معنى لعكس التسامح هو التعصب والعنصرية، هو يمكن أكثر معاني هي الضد أو أكثر الضاد لمعنى التسامح. ولو فهمنا كما نعلم في اللغة العربية أن الأشياء تعرف بضدها، فعشان كده إذا كان الإنسان متعصب وعنصري إذا هو مستحيل يكون في حالة تسامح ولن يستطيع العيش في تسامح. عشان كده أنا أرى من وجهة نظري أن التسامح كلمة تشمل 5 مصطلحات. أول مصطلح العفو، ثاني مصطلح المغفرة، ثالث مصطلح الصفح، رابع مصطلح المودة، خامس مصطلح الرحمة. لو الإنسان شمل 5 مصطلحات إذن هو إنسان يعيش في التسامح بصورة أو بمعناه الحقيقي اللي المفروض بيبقى بيجني ثماره النفسية والحياتية. خلوني أقول معلومة نفسية مهمة قوي عن أضرار عدم التسامح عشان نعرف إحنا ليه أصلاً نريد التسامح أو إيه الهدف منه. هل أكون عشان أنا هكون متسامح عشان أبقى راقي أو عشان أبقى ذو خلق عالي أو عشان الناس تحبني، ولا الموضوع أكثر عمقاً من هذه الكلمة؟ يمكن هبدأ ببحث صاحبة هذا البحث أخذت جائزة نوبل على اكتشافها للمعلومة اللي أقولها دلوقتي. عالمة اسمها إليزابيث بلاكبيرن كانت بتعمل أبحاث متعمقة لدراسة مرض الكانسر وأسباب مرض الكانسر، وهي بتدرس وبتحلل في الكروموسومات، لقيت حاجة في طرف الكروموسوم سمته التيلوميرز، وهو عبارة عن زي ديل طفيف في طرف كل كروموسوم. وجدت ان كل ما كان التيلوميرز ده حجمه اكبر كل ما الانسان بقى يظهر عليه علامات الشباب والصحة والحيوية والنشاط والقوة وقوة الذاكرة. وجدت ان كل ما هذه المادة حجمها بقى صغير طولا كل ما الانسان ظهرت عليه علامات الشيخوخة، والخلايا اللي بتموت بالكانسر هي للمادة دي أصبحت شبه غير موجودة فيها.
المفاجأة اللي أخذت بيها جائزة نوبل إن الإنسان اللي بيقعد في حالة سكون وسلام في حالة تأمل وبيبدأ ينفض عنه كل مشاعر الغضب أو الكراهية ويسموه الانر بيس أو عايش في حالة سلام داخلي، كل ما هذه المادة زادت بنسبة 30% وبدأت تعمل عكس لحالة الشيخوخة وحالة الكبر أو ظهور التجاعيد في الجسد أو حالة الإرهاق أو كبر السن. ونقدر نقول ملخص سريع أن كل ما الإنسان كان محافظ على حالة من السلام الداخلي الانر بيس اللي هي لا يمكن إنسان يصل إليها إلا ما يكون متسامح أصلا، يعني الإنسان لكي يكون في حالة سلام داخلي أول شرط أن يكون متسامحا اللي بنسميها بالإنجليزي let go. أصلا التسامح معناها السماح بالطاقة السلبية الداخلية أن تخرج، وعدم التسامح معناه أن أنا كاتم مشاعر وكاتم مشاعر الضيق أو الاحتقان ومحتفظ بها لفترة طويلة داخل جسدي لم أسمح لها بالخروج، وبالتالي إذا لم تخرج هذه الطاقات سيكون الإنسان في حالة صحية سيئة جدا. يمكن من أعراض عدم التسامح أول شيء بيظهر في الجسد أن الإنسان بيبدأ يسقط في الشعر، ان بصيلات الشعر بتكون ضعيفه وبالتالي بيبدا يحصل تقصف في الشعر، بيبدا يحصل فقدان للذاكره مؤقت، بالتالي الانسان بدا ينسى ويستغرب وانا بقيت بنسى كتير ليه، معناه ان هو في العمق غير متسامح، ان هو بيبقى مرهق وعنده يعني نقدر نقول الطاقه بتاعته مش متحفزه بصوره قويه، حاسس بحاله من الضعف حاله من الوهن. ومن اخطر اعراض عدم التسامح عدم القدره على اتخاذ القرار الصحيح، عدم القدره على رؤيه الصوره كامله. الانسان غير المتسامح دايما منغلق بيشوف الصوره من زاويه ضيقه، وبالتالي دايما قراراته تؤدي الى نتائج تعود عليه سلبا وعلى حياته سلبا. ثانيا، ودي من ضمن الشق الثاني من اعراض عدم التسامح، ان الانسان الغير متسامح من المستحيل ان يتذوق المعنى الحقيقي للسعاده. ممكن يستمتع المتعه اللي بتنتهي مؤقتا، لكن ان يعيش السعاده بمعناها العميق لن يستطيع ان يتذوقها الا في اللحظه اللي يصل فيها الى حاله تسامح كامل. ويمكن هنعمل في اخر الكلمه ان شاء الله تدريب عملي نصل الى حاله التسامح بصوره نفسيه دقيقه ان شاء الله. يبقى من الأعراض لعدم التسامح للتعصب أو لحالة العنصرية نستفيد أن أنا كل ما كنت متسامح كإنسان أنا بفيد نفسي على المستوى الشخصي. ولو خدناها من ناحية الطاقة، الإنسان المتسامح دايما عنده تجدد في حالة الطاقة الحيوية في جسده، وبالتالي تجدد في خلاياه بيسمح بسريان الطاقة بصورة أقوى، لا يظهر عليه السن. الإنسان المتسامح بيبان على وشه، حتى بنقوله أنت منور كده ليه، وشك منور ما شاء الله عليك، بيبان عليه النضارة دائما، دايما حاضر الذهن، الذاكرة عنده بتكون قوية. الإنسان المتسامح كذلك، ودي جزئية مهمة قوي، دائما الأفكار التي تقوده إلى وفرة الرزق تكون عنده في وفرة في هذه الأفكار. الإنسان المتسامح دائما عنده وفرة في الأفكار التي تقوده للرزق. أنا عندي قناعة للآية الكريمة وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أن الرزق هو عبارة موجود في السماء، حتى بنسميها في نفسك أن في حقل الطاقة الموجودة في الكون فيها كل أنواع الرزق، وكل رزق وصل إليه إنسان كان في يوم من الأيام فكرة قبل أن يتجسد إلى شيء مادي أو مال. المشروع اللي الإنسان عمله كان فكرة في يوم من الأيام، السيارة، الطيارة، أي شيء رزق مادي كان قبل كده في يوم من الأيام كان فكرة التقطها بني آدم ثم عمل عليها لتحويلها إلى. فكل ما كان الإنسان أقرب للتسامح كل ما استطاع أن يلتقط هذه الأفكار. طب نفترض مثلا أن أنا كنت في نقاش ما مع أصدقائي ولا مع حد من عيلتي وقمت قايل كلمة سيئة وخرجت، والشخص ده ما عادش هينفع أشوفه تاني، هل بقى طالما أنا مش هينفع أصلح هو خلاص مشي ولا زال؟ أنا مرة جات لي جلسات شاب بقاله سنتين عايش في حالة نفسية سيئة جدا 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 ولا يستطيع أن يسامح نفسه لأنه
عمل موقف شديد جدا مع الوالد وخرج من عند الوالد وهو زعلان. بعد ساعتين الوالد توفي وفضل عايش في حالة من التأنيب الشديد وعدم القدرة على مسامحة النفس لأن بابا مات زعلان. وبالتالي المدخل بقى اللي بيدخل من الشيطان في الحتة دي إنك خلاص ما عادش ينفع تصالحه، يا ريتك كنت سامحته لو بقى تفتح عمل الشيطان. فدخل في هذه الحالة المؤلمة من عدم التسامح. عشان كده أنا يمكن وأنا في الجلسة معاه قلت له فكرة بسيطة جدا، قلت له طيب خلينا نتفق اتفاق، بابا كان زعلان معاك في الموقف ده، أيهما أفضل لو أنت مكان بابا، إنك تروح تصالحه ولا تعمل له شيء خير يلقى به ربنا سبحانه وتعالى؟ ما تفكر أفكار أبعد من الحالة اللي أنت عايشها. أنت ممكن تعمل للوالد النهاردة أشياء لو أنت قابلته يوم القيامة هيقولك أشكرك يا ابني أنك عملت كده، يا ريتك ما كنت، مش مهم تسامحني، المهم أنك تعمل ده. ففكر كده لو أنت مكان الوالد، إلا لو أنت عملته له يبقى خير، ويلا قوم اعمله. وكانت هي فكرة منطقية بديهية، بس لأن الإنسان ما كانش داخل في حالة التسامح الفكرة ما جاتلوش. فلما الولد قام وبدأ يعمل حاجات خير وبدأ يعمل حاجات فيها رقي لوالده، بقى خارج وحاسس بحالة من الراحة النفسية بعد ما كان عايش سنتين في التأنيب الشديد بسبب عدم مسامحة النفس. وطبعا خلي بالكم حتة نفسية مهمة قوي، الإنسان اللي مش عارف يسامح نفسه دايما بينفعل بشدة لما يلاقي حد بيغلط، وبيبالغ جدا في الهجوم على المخطئ. بل وبحسب عدم التسامح جواك، لو عدم التسامح شديد جدا، الإنسان بينزع إلى الفضح. كل ما كان الإنسان جواه أخطاء هو عاملها بقاله سنوات وكاتمها ومش مسامحها، ده أكتر إنسان بيحب يفضح الآخر ويتعامل بالفضح على الملأ، عشان كأنه يعني هي حتة كده بنسميها ميكانيزم دفاع أو وسيلة دفاع، إن أنا عايز أبين إن أنا كويس هو الوحش، لأن أنا حاطط أحكام سيئة على نفسي، وبالتالي أول ما ألاقي حد أخطأ بسرعة بفضحه كوسيلة دفاع إن أنا زي الفل، أنا اللي بفضحه فأنا كويس هو وحش. لكن الإنسان المتسامح دايما ينهج منهج الستر، دايما يستر الإنسان، دايما يتعامل معاه بالحسنة، يتعامل معاه برقي، عارف إن أنا ممكن في يوم من الأيام أكون مكانه، فأنا أحب لأخي ما أحب لنفسي، وبتعامل بحالة من الستر. يبقى رقم اثنين عشان أنهج التسامح، مهم أكون بتسامح مع نفسي. رقم ثلاثة، ودي يمكن جزئية مهمة قوي عشان أوصل لحالة التسامح، إن لازم أفهم إن من قوانين الله في الأرض أو من مشيئة الله في الأرض إن كلنا هنفضل على في حالة اختلاف. يعني مثلا لا يمكن يكون كل اللي على الأرض الآن في حالة شباب بس، ولا في حالة طفولة بس، ولا في حالة شيخوخة بس، سنظل على الدوام طول الوقت في مختلف مراحل العمر قدامنا، كإشارة من الله إنك مستحيل تكون في حالة واحدة، ولا إن إنسان يكون مساوي ليك في الفكر والفكر في العالم. لا يمكن يكون كل البشر في لون جلد واحد، لا يمكن كل البشر يكون في مستوى عقلي واحد. يمكن حتى بضرب مثال رائع في الجزئية دي في ديننا الإسلامي، بقول لهم بنبقى واقفين، وده من أعظم أمثلة اختلاف البشر، بنبقى واقفين في الحرم المكي كلنا بنسجد باتجاه الكعبة، ولا واحد فينا بيسجد في نفس اتجاه الآخر، واحد بيسجد ناحية الشمال والتاني بيسجد ناحية الجنوب والتالت ناحية الشرق والتالت ناحية الغرب، وكلنا باتجاهات مختلفة بس كلنا باتجاه الكعبة، كإشارة من الله سبحانه وتعالى إن رغم اختلاف البشر واختلاف أماكنهم واختلاف لبسهم واختلاف طوابقهم واختلاف اتجاهاتهم، هم كلهم بيسروا في المنهج الواحد اللي هو منهج عبادة الله سبحانه وتعالى مهما اختلف الأفكار. فلما نكون مدرك إن سيظل هناك اختلاف، وحتى في مقولة قديمة بتقول لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع، انتوا عارفين ان لو ما كناش بنختلف كان زماننا هنظل الان عايشين في الصحراء، مفيش تكنولوجيا، مفيش سيارات، مفيش طيارات، كنا هنفضل بنفس السيستم لو ما كانش عندنا اختلاف في الفكر. ولكن لان ربنا مودع جوانا الاختلاف، كل واحد عاوز يفكر في فكرة مختلفة، وبالتالي
من ناتج هذه الأفكار المختلفة نشأت الحضارة الإنسانية. فلما أكون أنا فاهم أن لازم وسيظل الاختلاف، ساعتها أكون متقبل أي رأي آخر وهتعامل معاه بحالة من التفهم وحالة من القبول. والقبول والتفهم ده من أهم الشخص اللي بيعبد ربنا صح. يمكن ودي جزئية مهمة قوي، الإنسان الذي يظن، ونقول معلومة قد تكون صادمة للبعض، الذي يظن إن هو اللي صح وكله غلط، دي كانت من أهم أسباب لعن بني إسرائيل. أحد أهم أسباب إن بني إسرائيل لعنوا لما قالوا إيه، نحن أبناء الله أحد، نخش كان كلها يخش النار، وقالوا لا يدخل الجنة من كان إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. دي الحالة النفسية، إن أنا بحس إن أنا متميز عن الآخر، أو بحس إن أنا الأحسن، وأبدأ أتمنظر قدام الآخر وكأني مسكت مفاتيح الجنة، أو كأني مسكت مفاتيح حساب ربي. يعني أنا بحب أشبه للناس المثال ده في قصة عشان يكونوا فاهمينها. قصة أنا في الجامعة مثلا، تخيلوا كده أنا في الجامعة وقدامي أنا في اختبار، والدكتور بتاعي واقف بيراقب عليا، وأنا قاعد مع زملائي في الامتحان. تخيلوا كده، كل واحد فيكم هو المراقب، أنت الدكتور اللي بيراقب، وقدامك الطلاب كلهم في الامتحان وأنت واقف تراقب. ولقيت واحد في وسط الامتحان، ولا أنت هتسقط وأنت هتجيب كذا، عمال يصحح لهم، هتعمل فيه إيه؟ لو أنت اللي بتراقب وشايف واحد بيصحح للناس ومتناسيك، هتعمل فيه إيه؟ فبالتالي اللي بيقعد يصحح للناس ده بياخد من الله أشد أنواع العقاب، بيتألى على الله. عشان كده ربنا قال لنا إن الحكم إلا لله، ودي من أخطر قواعد الحياة، إن الحكم إلا لله. معلومة خطيرة قوي للأسف يغفل عنها بعض الناس، إن لم يسمح الله سبحانه وتعالى لأي حد يحكم إلا هو، حتى القاضي من الشرط أن عشان القاضي يحكم يكون اتنين ذوى عدل أو أكتر، ولو وكده كمان هيحكم على موقف مش على شخص. يعني معظم الناس لا يعلموا الحقيقة دي، ان القاضي لما بيحكم بيحكم على وقعة، فلان الفلاني مذنب في الوقعة الفلانية، مش فلان حرامي، ما بيحطش حكم عام، الحكم العام ده لله فقط. حتى القاضي لما بيحكم سمح له بالقضاء في وقعة معينة، ويكونوا اتنين ذو عدل او اكثر. ليه؟ لان الحكم ده شيء شديد جدا. ويمكن عشان موضوع الحكم ده أنا بدي مثال قد يكون صادم شوية، فتقبلوه مني عشان الناس يتقبلوا أو يدركوا الحكم. تخيلوا مثلا أعمل محاضرة عن التسامح، والتسامح قيمة عليا. بعد ما خلصت المحاضرة رحت لقيت واحد غلبان فتصدقت عليه بمبلغ من المال، بعدين رحت مكان بيشربوا فيه خمرة شربت خمرة وعملت علاقة محرمة، بعد كده طلعت أقمت الليل وصمت بكرة تاني يوم صيام رمضان، وبعد كده رحت لقيت واحد بيني وبينه مشكلة قمت ضربه ومعوره وموقعه في الأرض، هتحكم عليا إزاي؟ أنا عملت كل دول، هتحكم عليا إزاي؟ مستحيل تحكم. وده نموذج بيحصل مع معظم الناس، إن كل واحد بيعمل حاجات صح وحاجات غلط في حياته، هتحكم إزاي؟ أيا كان الحكم بتاعك هو ظلم، وبالتالي لن تكون كحكم الله سبحانه. عشان كده ربنا قال لنا ان الحكم الا لله. لو الانسان مدرك، دي نقطه رقم 3 بقى، لو الانسان مدرك ان سيظل البشر مختلفين وانا مش دوري احكم، انا دوري ابص على الشيء المناسب ليا اخذه، الغير مناسب اتركه، واتعامل مع الناس بالحسنى. ان ربنا قال لنا قولوا للناس حسنى، ما قالش لمن هو على مثلا فكرك او على دينك، لا للناس. لو أنا أدركت القاعدة دي هعرف أعيش بتسامح وبحالة من الرقي رائعة جدا جدا جدا. فدي النقطة رقم 3 اللي لما أنا أعيش بيها وأتعامل بيها ساعتها هقدر أعيش بحالة من التسامح، وهعيش في سلام، وزي ما نسميه الانر بيس الحقيقي. النقطة رقم 4، مش معنى أن أنا متسامح أن أنا هقبل بالخطأ، ولا معنى أن أنا متسامح أن أنا هقبل الظلم، ولا معنى ان انا متسامح ان انا هسكت لو في حد بيأذيني، لا بالعكس. التسامح حالة نفسية الانسان بيكون فيها في حالة هدوء ورقي، ومع ذلك بياخد الموقف المناسب بحسب الحالة. بمعنى
كلنا عارفين لما كان في احدى او في احد الحروب، مش متذكر اسم الشخص، بس كان شخص بيقاتل سيدنا علي تقريبا، وبعدين هو بيقاتله فالسيف طار من الخصم فوقع على الارض فبصق في وجه سيدنا علي، فراح ساعتها تركه. فالراجل استغرب قال له لو انا قتلتك دلوقتي يبقى انا بقتلك عشان بنفس عن الغضب بتاعي. النقطة المهمة هنا والدرس هنا درس رهيب جدا، ليه؟ ان انا ممكن اكون في حالة تسامح، انا متسامح لان انا محطوط في الحرب غصب عني وانا عايز اوصل للسلام، فاذا قدرت اوصل له كان بها، بس لانك بتحاربني احاربك وانا خايف عليك، احاربك وانا مضطر. الحالة حالة تسامح، بس انا الموقف بيستدعي ان لازم اخد الاكشن ده. النقطة المهمة ان هي حالة مهمة جدا. حتى على فكرة في معظم التدريبات القتالية، ما اعرفش في كل اخذ دورات بقى تايكوندو او كونغ فو والكلام ده، بيدربوا المقاتل او المحارب انك لو انت بقيت غضبان هتخسر. كل ما كنت في حالة هدوء انت بتدافع، مش هدفك الايذاء، انت بتدافع، هتبقى دايما النصر حليفك ودايما النتيجة اللي انت عايزها هتوصلها بسهولة. عشان كده برضو لو احنا بنتعامل كآباء وامهات، مشكلة هقول لك قصة للأسف هي مؤلمة شوية بس هي قصة حقيقية. أم تعرفين بقى بعض الأمهات لما تبقى جايبة حاجة جديدة في البيت، فكانت جايبة تقريبا كنبة جلد، مش عارف جايبها منين، من مزاد ايه، فالجلد جلد غالي جدا وما نادر جدا. فمن كتر التسامح اللي موجود في الإمارات في أفكار بتطلع، أنا مستغرب هي جات ازاي في دماغ عملها ما شاء الله، أو جات الفكرة ازاي في ذهن اللي عملها، معناه أنه فعلا يعيش في حالة من التسامح الراقي إلى أن تصل الفكرة دي. يعني هديكم مثال قد يكون غريب بس أنا لاحظته في دول أجنبية وما شفتوش في أي دولة عربية إلا في معظم الدول. بيعتبروا الـ التعامل مع الأطفال أو الطفل الرضيع ده من اختصاص الأنثى. حلو؟ اختصاص إيه؟ الأنثى. ففي معظم مطارات العالم وفنادق العالم تلاقي التويلت بتاع الرجال في علامة الراجل، وتويلت النساء في علامة الست وعلامة الطفل. في الدول الغربية اللي مهتمية بحقوق الإنسان تلاقي حمام الرجالة في مكان للأطفال برضو، لأن ممكن الراجل يبقى شايل الطفل. فاهمين النقطة دي؟ إن حتى الراجل ممكن يبقى هو بيتعامل مع الأنثى لأن هما في حالة رقي وتسامح، ما فيش حد فيهم بيتعالى على الآخر، فممكن أبقى أنا شايل البيبي وأنا محتاج أدخل أغيره في الحمام، فليه ما عنديش أنا كمان في الحمام حاجة كده. العلامة دي ما شفتهاش في دولة عربية إلا في الإمارات مثلا يعني. وبالتالي إن الفكرة تيجي لشخص يكون موفر في حمام الرجال مكان لأطفال، معناها إن في رجال بيشيلوا عن زوجاتهم، بيتعاملوا بحالة من التسامح وحالة من الرقي والرفعة، إن أنا مش هتكسف إن أنا راجل، بل هشيل الطفل وأتعامل معاه وهدخل ممكن أغير له في الحمام عادي. النقطة المهمة كمان، ودي من أروع الحاجات اللي أنا صراحة ما شفتهاش في أي مكان، إن الأمن في هذه الدولة أمن معمول بطريقة تحسسك بالأمان. يعني أنا نادر ما بنلاقي نماذج لضباط الشرطة مطارات لابسين اللبس اللي بنسميه الملكي في مصر أو اللبس العادي، ومعلق الكارنيه أو البادج في صورته بالرتبة العسكرية، لكن المظاهر العسكرية اللي بتوحي بعدم الأمان أو بحالة من القلق غير متواجدة في هذه الدولة. ده منظر من المظاهر بتبين قد ايه حاله من التسامح وحاله من الرقي. وعلى فكره وممكن يكونوا مكان اضعاف مضاعفه من اي حد تاني مظهر المبالغه في حاله التامين او في حاله الظهور للتامين. اخر حاجه هقولها من ضمن الحاجات المهمه قوي، وانا بعتبرها يمكن من العلامات الرائعه، طبعا ما شاء الله فكرة وزارة التسامح وإنشاء المعهد الدولي للتسامح وهذه الأفكار، وإن الإمارات كدولة تحتضن 200 جنسية من الجنسيات في حالة من التسامح رائع جدا. الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الجهود الرائعة، ويا رب يجعل كل حياتكم تسامح في تسامح. شكرا جزيلا. شكرا. قال صاحب السمو الشيخ زايد آل نهيان عن التسامح أن دولة الإمارات تأسست على نهج ثابت من التسامح والتآلف والتعاون
واحترام وثقافة شعوب العالم كافة، والتي تعد من المقومات الأساسية لتحقيق تنمية الأمم وازدهارها وتقدمها لأفضل أجيالها. رقم واحد، ستقي هذا الإنسان من أمراض أو من مشاكل. رقم اثنين، ستجعله في حالة من السعادة فيبدع، ولما هيبدع هيعرف يبقى مترقي في عمله. الدولة اللي شعبها يعيش في تسامح هتبقى أكثر جذباً للآخرين من جنسيات مختلفة أو أفكار مختلفة، وبالتالي سيعود على الدولة كذلك بالازدهار وبالرفع على الدوام. دكتور أحمد، باعتبارك متخصص في علم النفس، كيف استخدم العلم في تنمية القيم الإيجابية أو قيم التسامح لدى الفرد، وكيف يؤثر هذا التسامح وهذه القيم في إيجابية الشخص على نفسه وعلى مجتمعه وعلى وطنه؟ طيب، خليني أقول هنا، هفرق ما بين مصطلحين، لأن ده كان في يوم من الأيام من النقاط اللي كانت شغلاني عقليا وبحثت فيها كتير. إيه الفرق بين القيم والأخلاق، وإزاي أقدر أخلي الإنسان عنده رقي في الأخلاق، وهل الأخلاق تتعلم؟ فكانت نتيجة البحث، يمكن قعدت في فترة طويلة، فرقت ما بين كلمة خلق وخلق. الخلق هو الشكل المادي للإنسان، خلق هو شكل النفس. فالإنسان يعني مثلا لو أنا عايز أربي ابني على خلق الصدق، ما ينفعش أعلمه الصدق، ده مش وسيلة تتعلم، هو نتيجة إن عايشه حرية. أديته عزة وأديته حرية سيكون الناتج بتاعها صدق. وبالتالي كل ما عززت في أولادي على القيم زي قيمة الغنى، أن يكون غني وأن يكون عايش بحرية وبعزة، أوتوماتيك ستنشأ في نفسه السمات والأخلاق الطبيعية. وبالتالي كل ما المجتمع سادت فيه هذه السمات وهذه القيم، كل ما كان من استحقاق هذا المجتمع أن يعيش سعيد وفي رقي وفي رفع. تسلم دكتور، أدعو الله أن يحفظ دولة الإمارات بالأمن والأمان ويحفظ قيادتنا الرشيدة. أتوجه بالشكر الخالص لسمو الشيخ خليفة بن محمد بن خالد على هذا المجلس المبارك، وأدعو لحضور تكريم الدكتور.